بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم. بالنسبة لنا احنا أول مقابلة معناها تقريبا في دور المجموعات، إن شاء الله معناها نكونوا واجدين ونكونوا حاضرين وجاهزين كما يلزم. أكيد جدا ونشكر ضد فريق كبير، فريق معروف، فريق معناها من كبار الفريق اللي هو الزمالك المصري. بالنسبة لنا احنا باش تكون مباراة ما بين دور الدربي جزائري مصري، إن شاء الله يتعدى في أحسن الظروف إن شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم. هو مش هنقول لك بعد ما قابل هنا الزمالك. قابلت الزمالك فريق معروف عنده اكسبيريونس كبيرة في الدوري هذا. مي احنا مقابلين كما ينبغي ان شاء الله، عشان نمشي نعملوا نتيجة ايجابية ان شاء الله. اسئلة؟ سؤال كابتن مختار عن يمكن 8 لعيبه من بلوزداد كانوا موجودين في الشال مع المنتخب الجزائري، انت كنت منهم، يعني كيف اثر خروج المنتخب الجزائري من الشال ووصول ادوار متقدمه ولعب اوقات اضافيه على الاستعداد لهذه المباراه ومواجهه الزمالك؟ صح، واش راح نقول لك، ما كتبش ربي وين مش نهزوا كاس افريقيا هذه. يعني واش راح نقول لك، هذا هو الفوتبول. دونك ننساو اللي تعدى هذا في لاشان. دونك عندنا كيما نقولوا اوبجيكتيف لهذا من الاوائل تاع الفريق هذا شباب الاستاذ. صح في تعب الكل، مي واش راح نقول لك، لازم ننساو كامل هذا. عندنا كيما نقولوا مقابله صعيبه، لازم نكونوا محضرين عليها، لازم ننساو واش صرا. دونك رانا في حاجه جديده كيما نقولوا، نتعدى وتعب، عندنا كامل المواهب باش نتعدى وتعب هذا. ان شاء الله نكونوا حاضرين 100% ان شاء الله المقابله. او انت يمكن دارس كويس الظروف اللي بيعاني منها الزمالك دلوقتي وتاخره في جدول الدوري، هل في جانب معين انت هتلعب عليه بكره، او جانب النفسي على المستوى اللي بيمر بيه فريق الزمالك حاليا، وانت دارس كل دوت وشايف ان الزمالك بكره عنده سلاح ذو حدين، يستمر في نفس النتائج السيئه او يقدر بكره يفوق على حساب فريق شباب بلوزداد؟ ده في الاخير ان شاء الله لا. ولكن شوف، الشامبيونز ليغ غير الدوري المصري، حتى في اوروبا ثم فرق لما تشوفها في بطوله قاعده تعاني، ولما يجي الشامبيونز ليغ تلقى فريق ثاني وكانك ما تعرفش الفريق هذا، خاصه ما فيما بالك معناها فرق اللي عندها تاريخ المنافسه هذه كما الزمالك المصري. وكذا بالنسبه لنا احنا الظروف ما تعني حتى شيء بالنسبه للدوري، اكيد جدا، وانه ثم موتيفاسيون اخرى، ثم يعني طموح اخر في الشامبيونز ليغ. بالنسبه لنا احنا اللي يهمنا هو التحضير نتاع الفرقه نتاعنا، التحضير التكتيكي النفسي. ولكن اكيد جدا وانه باش نقاوم مقابله صعيبه من فريق الزمالك اللي باش يحط امكانياته الكل في المباراه معناها غدوه باش يعمل نتيجه ايجابيه. نحن هذا عاطينه في الاعتبار نتاعنا، وبالنسبة لنا حضرنا اللاعب نتاعنا نفسانيا وتكتيكيا قبل ما نخزو المنافس. أكيد ونشوفوا أخبار المنافس سواء فنية أو إدارية أو الأمبيونس معناها الأجواء الكل، ولكن هذا كله معناها جانب معناها يكون محاذي إلى الجانب الأصلي وهو تحضير وتجهيز الفريق نتاعنا. يعني الامور الماليه موجوده في الدوريات الكل تقريبا، حتى هنا في الدوري المصري نقرا بعض الاخبار على بعض الفرق وانه عنده مشاكل ماديه اكيد جدا. ولكن اللاعب اللي يكون ممتاز اكيد جدا في اي دوري معناها يحبوا اي دوري. اللاعبين الجزائريين مطلوبين في الدوريات الكل تقريبا كما اللاعبين معناها المصريين مطلوبين، ولكن اللاعبين الجزائريين معناها موجودين في البطولة التونسية، موجودين في البطولة المصرية، لأن الموهبة موجودة في الجزائر، اللاعبين موجودين.